set the record straight for a minute. Hate, I get it, say it with him. I don't give a f- I'm cool with it. Play a peep the fans with him. Yeah, they gon' remember mine. Yeah. النهارده عامل سلو كوك ميت وقبلها عامل بوراتا سالاد حاجه كده ايطالي خفيفه. ثانيه واحده، ادي اول حد جه. حلو يا دوبي بجد. الف هلا. الكتف لام شولدر قطعيه ماربل كده، الدهن متداخل في نسيج اللحمه، زي الرخام، بيخليها تطلع تندر وفول فليفرز، وبتكون غنيه جدا بالفليفرز وبالطعم وبالدسم كده، وهي من احلى القطعات اللي انا بحبها، وبعملها سلو كوك بقى بتكنيك كده معين. لازم اوريه لك. اختراع يا كوتش. اما بقى الديزرت مفيش اسهل من كده. هتجيب جريك يوجرت هتضربه في الخلاط دقيقتين ثلاثة كده مع عسل ابيض، تفضل تضرب فيه لغاية ما يديك قوام حلو كده، تقوم فرده على ورق زبدة وحطه في الفريزر 3-4 ساعات، هيديك بار.